السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم الإخوان ديالي. كنحترمكم ونعتز بكم وتنقول لكم صباحكم مبروك ولو مساءكم مبروك. المهم هذه هي الطريق اللي كتدي للدواوير إيماترزن، ليس دوارا واحدا بل دواوير. ليعلم الجميع أن يقول الإنسان دوار، لا، دواوير، دواوير إيماترزن، لأن كلها متفرقة، يعني كلها متفرقة. هذه هي المدرسة ديال اللي كيجيو ليها المعلمين والاساتذه، تم عزلها وتم قطع عليها القنطره. هذا هو الطريق الرابطه بين جماعه بونعمان ودواوير إيماترزن، وهذه الدواوير كلها تؤدي لها هذه الطريق. الطريق هذه كتدي لجميع الدواوير، باش نفهموكم وباش تعرفوا المسألة، لأنها مسألة جدية، ليست بتلاعب أو ليست بضحكة. هذا الدوار تم عزله عن طريقه وقنطرته، وها هي المدرسة التي تؤدي إليها الطريق. هذه هي المدرسة التي كتجيب منها الطريق، هذه 3 كيلومترات. هل يعقل هاد المعلمين هادو، هاد الاساتذه هادو، واش غادي يجيو وغادي عاود يرجعوا، ولا غادي يمشيو حتى الفوق عاود ثاني ويضربوا كيلومتر ولا جوج عادي عاود يرجعوا للمدرسه ديالهم؟ راه لا يحق الشرع الدستوري في هاد الشيء هذا. نحن نطالب كساكنه وكشبيبة دوار إيماترزن، نطالب بحقنا الدستوري وحقنا المشرعي الذي تكلم عنه صاحب الجلاله، قال في خطابه: يجب عليكم فك العزلة. ما معنى فك العزلة؟ احنا ما بقيناش فكينا العزلة، احنا رجعنا ليها. ملي صاحب الجلالة قال لكم فكوا العزلة على القرويين، على البادية، احنا بدينا وخدمنا واجتهدنا وجمعنا الفلوس لكي تفك العزلة. نحن نحترم قرار جلالة الملك، نصره الله وأيده. جلالة الملك فوق رؤوسنا، عاش الملك فوق رؤوسنا، الله ينصرو ويحفظو ويعافيه. لكن هاد الناس هادو جاوب واحد جاوب شي ما عرفتش شنو هو، ما قالوا لنا، ما تفاهموا معنا، ما هضروا معنا، ما عيطوا للمكتب الجامع العام للجمعيه اللي كتمثل الساكنه، ما هضروا مع حتى شي واحد. جاوا هاد الناس حفروا الطريق على راحتهم، على خاطرهم، ما كاين حتى شي واحد اللي اعترضهم. ها هي الساكنه، هذه هي كلها الساكنه، هاد الدوار كله ها، يعني هذا هو كل الدوار اللي كنهضروا عليه وكنتكلموا عليه. هاد الناس هادو جاوا حفروا بدون علم اي احد. ما نعرفش واش المشكل من الجامعه، واش المشكل من المهم، ما نعرفش انا المشكل فين كاين. حنا ملي كنطلبوا درنا اجتماع الاول، اجتماع الثاني، تحاورنا مع هاد الناس، حتى واحد ما عطانا راس الخيط. كلشي تيقول لنا غدا لغد ليه، غدا لغد ليه، كنمشيو وكنجيو، المهم تنضربوا تماره، حتى واحد ما عطانا راس الخيط. دابا ملي انفعلت الشبابيه، وحنا هما الشبابيه ديال إيماترزن ككل، يعني كندعموا هذه المساله هذه، هذا المشروع هذا ديال الطريق، باش ما يقطعش. نادو قالوا لي كنجيو، راه كاين المقاول. حنا نطالب بحقنا الدستوري وحقنا الشرعي. هناك ان شاء الله الرحمن الرحيم يوم الاثنين ستتم احتجاجات ضد هذا الطريق، لان هذه هي كلها الساكنه، هذه هي الساكنه كلها اللي كتعتز بها، اللي كنعتز بها وتنحترموها، تنبغيو نفكوا عليها العزله. هذه هي الساكنه التي تطالب بحقها الدستوري. هادو هما دواوير إيماترزن، ليس بدوار واحد، يعني هادو هما الدواوير، ليس دوارا واحدا فقط، بل هما دواوير. وهناك في الجانب الاخر، جانب الجبل، يوجد ازيد من 80 منزلا، كتواجد تما 80 ديال الديور. المهم هذا هو الطريق اللي كتدي للدواوير إيماترزن، واحتراماتي للكل، ونعتز بساكنتنا ونحترم الدستور ونحترم قرارات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي قال في خطابه: يجب عليكم فك العزلة. ونحن في عزلة ثانية، جزاكم الله خيرا عنا، ومن فعل خيرا جزاه الله خيرا.